مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في مناطق المملكة خلال نهار اليوم وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا باستعراض لخرائط درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا في عموم مناطق المملكة. يوم الجمعة تكون درجات الحرارة 40 في كافة مناطق المملكة. يوم السبت بإذن الله ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية خاصة، حيث تكون درجات الحرارة العظمى خلال ساعة الظهيرة والعصر في منتصف 40 درجة مئوية كما ذكرنا في المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء أيضا، منطقة الربع الخالي وأجزاء من تهامة مكة. يوم الأحد أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، درجات الحرارة تبقى في منتصف 40 في أجزاء من المنطقة الشرقية والإحساء والربع الخالي وأيضا عموم منطقة تهامة مكة، في حين يكون الطقس أكثر اعتدالا في المناطق الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس شديد الحرارة ومرهق في المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء، الربع الخالي وأيضا تهامة مكة، في حين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل في المنطقة الشمالية خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتستمر الأجواء معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة منها العالية مع أحوال جوية غير مستقرة وتحتل زخات العديد من الأمطار بشكل يومي فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء بالمجمل صافية مع تفرق لبعض الغيوم، 32 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 30 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة، يوم الأحد 43 درجة مئوية كحرارة عظمى أم الصغرى 33، نفس الحرارة تقريبا يوم الأحد، لكن يوم الاثنين ترتفع لتسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى أم الصغرى 34 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.